السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 او الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض يونت 2 ديزرت انيمالز او حيوانات الصحراء. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه يا اصحابي في ليسون 1 في يونت 2 عندنا بعض الكلمات الهامه لازم نعرفها. اول حاجه animals in Egypt. animals in Egypt الحيوانات في مصر. الحيوانات في مصر، فعندنا مجموعة من الحيوانات موجودة في البيئة الخاصة ببلدنا الحبيبة مصر. أول حاجة إيجل أو نسر. سنيك ثعبان. بيليكان يعني بجعة. كامل يعني جمل. ليذرد يعني سحلية. سبايدر يعني عنكبوت. فينيك فوكس يعني ثعلب الفنك. كروكودايل يعني تمساح. عندنا كمان بعض الكلمات التانية عايزين نعرفها مع بعض، زي كلمة fur يعني فراء يعني فرو. feather يعني ريش. wing يعني جناح. beak يعني منقار. huge يعني ضخم. scary يعني مخيف. helpful يعني متعاون يعني مفيد. control يعني يتحكم. ugly يعني قبيح. important يعني هام. insect يعني حشرة. desert يعني صحراء. cute يعني لطيف يعني جذاب. dangerous يعني خطير. عندنا كمان الجزء بتاع listening and reading، ان احنا نستمع للرول بلاي اللي احنا نقوله ده وبعدين نقرأه مع بعض مرة تانية. كل واحد ياخد دور من الادوار ونعمل رول بلاي مع بعض في الكلاس روم او في البيت حتى. ولازم نقدر نعمل reading بشكل سليم زي ما قلنا قبل كده، لان ده جزء مهم جدا. فعندنا هنا بيقول لنا listen استمع، read اقرأ، and role play وبعدين مثل، نتبادل الأدوار يعني. فهنا الكاركتر الأولى أو الشخصية الأولى بتقول look at all these animals، انظر على كل هذه الحيوانات. that live in our country اللي بتعيش في بلدنا. يبقى مرة تانية look at all these animals that live in our country.
فالبنوتة الصغيرة دي بتقول Look at the crocodile, it's huge. انظر على التمساح إنه ضخم. Look at the crocodile, it's huge. فالولد الصغير ده بيقول لها Huge and scary. Huge and scary يعني ضخم ومخيف. فهي بترد عليه وبتقول له I think the spider is scarier. Scarier يعني مخيف بشكل أكبر بشكل أكتر. I think يعني أنا أعتقد the spider إن العنكبوت is scarier مخيف بشكل أكبر. يبقى مرة تانية I think the spider is scarier. فالكاركتر دي الست دي بتقول Yeah نعم But spiders لكن العناكب are very helpful مفيدة جدا They eat insects They eat insects هم بيأكلوا الحشرات Farmers المزارعين like spiders بيحبوا العناكب يبقى مرة تانية Yeah But spiders are very helpful They eat insects Farmers like spiders Yeah But spiders are very helpful They eat insects Farmers like spiders فالبنوتة الصغيرة دي بترد عليها وبتقول Okay, what about the snake? What about the snake? ماذا عن الثعبان and the crocodile? And the crocodile والتمساح. They are dangerous, aren't they? They are dangerous, يعني هم خطرين. Aren't they? أليس كذلك؟ يبقى مرة تانية. Okay, what about the snake and the crocodile? They are dangerous, aren't they? Okay, what about the snake and the crocodile? They are dangerous, aren't they? فالست دي بتقول لها Yes, that's true. نعم, هذا صحيح. But they do very important job. لكنهم بيعملوا وظيفة هامة جدا They eat insects هم بيأكلوا الحشرات Birds والطيور and lizards والسحالي This controls the number of these small animals This controls ده بيتحكم the number في العدد of these small animals الحيوانات الصغيرة دي يبقى مرة تانية Yes, that's true But they do a very important job They eat insects, birds, and lizards This controls the number of these small animals Yes, that's true But they do a very important job. They eat insects, birds, and lizards. This controls the number of these small animals. فالولد الصغير ده بيقول Eagles do the same job. النسور بتعمل نفس الوظيفة. Eagles do the same job. فالبنوتة بترد عليه وبتقول له The pelican eats small fish البجعة بتاكل الأسماك الصغيرة The pelican eats small fish الست دي اللي هي المربية بتاعتهم أو المعلمة بتاعتهم بترد عليهم وبتقول You are right أنت على حق We sometimes think some animals are scary or ugly احنا أحياناً بنعتقد think some animals إن بعض الحيوانات are scary إن هي مخيفة or ugly ugly يعني قبيح but they are all important but they are all important ولكنها كلها مهمة
يبقى مرة تانية. You are right. We sometimes think some animals are scary or ugly, but they are all important. فده طبعا يا أصحابي رول بلاي لازم نعمله مع بعض بعد ما نعمله ريدنج بشكل سليم، ونحاول نعمل الريدنج مرة واثنين وثلاثة. لو ما قدرناش نعمل بوز أو نوقف الفيديو ونرجعه، وبعدين نسمعه إزاي قرأناه مع بعض ونقرأه لوحدينا مرة تانية. هنا بيقول لنا What do you think؟ What do you think؟ ماذا تعتقد؟ لما باجي أسأل حد هو بيعتقد إيه، فبقول له What do you think؟ ماذا تعتقد؟ فهنا مثلا البنوتة دي بتقول Which animals are scary؟ Which animals are scary؟ أي الحيوانات مخيف؟ فزميلتها أو صديقتها بتقول لها I think crocodiles are scary. I think يعني أنا أعتقد crocodiles إن التماسيح are scary يعني مخيفة. لما باجي بقى أسألك عن رأيك مش عن أنت بتعتقد إيه، بقول لك What about؟ What about يعني ماذا عن؟ طبعا ده to ask about opinion. Opinion يعني الرأي. To ask about opinion، سؤال عن الرأي، بقول what about. what about يعني ماذا عن. فهنا بتقول لها what about the snake. what about the snake يعني ماذا عن الثعبان. فهي بتقول لها it's dangerous. it's dangerous يعني إنه خطير. هنا كمان بيقول لنا when we ask for confirmation، لما بنحب نتأكد من حاجة we use the question tag. We use the question tag، احنا بنستخدم السؤال المزيل اللي هو بالعربي كده لما اجي اقول لك حاجة وبعدين اقول لك اليس كذلك. اليس كذلك ده اسمه سؤال مزيل وبيجي في اخره علامة استفهام. هنا انا بأكد معاك المعلومة او بتأكد منك من المعلومة. فمثلا لما اجي اقول لك spiders are very helpful، aren't they؟ aren't they يعني اليس كذلك. العناكب very helpful مفيدة جدا. Aren't they؟ aren't they يعني أليس كذلك. يبقى مرة تانية spiders are very helpful، aren't they؟ أليس كذلك. وهنلاقي هنا question mark وعلامة الاستفهام موجودة في آخر السؤال. فطبعا هنا بترد عليه وبتقول له yes، نعم، that's true. that's true هذا صحيح، هذا حقيقي. they eat insects، they eat insects هم بيأكلوا الحشرات. yes that's true they eat insects. وناخد مع بعض كمان يا أصحابي listen to في unit 2. هي طبعا فيها جزء من الـ science، وبيكلمنا هنا زي أسأل عن الطول وعن الوزن. فبيقول لنا هنا how tall كم الطول، how long، how long كم طول برضه، how heavy، how heavy كم الوزن. يبقى how tall أو long كم الطول، how heavy، how heavy كم الوزن. أجي أقول مناطق مفتوحة بقول open areas. open areas مناطق مفتوحة، أماكن مفتوحة زي الحدائق والمتنزهات والأماكن اللي ما فيهاش باب مقفول علينا وما فيهاش سقف مقفول علينا، دي اسمها open areas أو أماكن مفتوحة، مناطق مفتوحة. female، female يعني أنثى، female. male يعني ذكر، male. mammals، mammals يعني ثدييات اللي هي الكائنات اللي بترضع أولادها، أو الثدييات هي الكائنات اللي بترضع أولادها. mammals، mammals يعني ثدييات. عندنا كمان mice، mice يعني فئران، جمع mouse. mice يعني فئران. beautiful، beautiful يعني جميل، beautiful. lose، lose يعني يخسر يعني يفقد، lose. thick، thick يعني سميك، thick يعني سميك. travel، travel يعني ينتقل يعني يسافر، travel، travel يعني يسافر. worm، worm يعني دافئ، worm. step eagle،
ستيب ايجل يعني نسر السهوب، نوع من انواع النسور. هيت 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 يعني حرارة. هيت. نورث نورث يعني شمال. نورث اللي هو اتجاه الشمال. ليفت ليفت يعني يرفع. ليفت. سنتيمترز سنتيمترز يعني سنتيمترات، اللي هي وحدة قياس الطول. سنتيمترز سنتيمترز. كيلوغرام 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 اللي هو كيلوغرام وحدة قياس الوزن. which 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 أيهما، طبعا للتخيير لما أجي أخيارك بين حاجتين بقول لك which which one يعني أيهما. where 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 يعني أين، طبعا للسؤال عن المكان. طبعا في عندنا expressions لازم نعرفها كويس قوي أو تعبيرات لازم نعرفها كويس قوي. أول حاجة بيقول لنا during the day. during the day يعني أثناء النهار، في وقت النهار. during the day. keep it warm. keep it warm يعني يحافظ على دفئه. keep it warm. around 30 to 40 years. around 30 to 40 years حوالي 30 ل 40 عام. around 30 to 40 years. about 1 kilogram. about 1 kilogram حوالي 1 كيلوغرام. at night. at night في الليل. at night. animal fact file يعني ملف حقائق الحيوانات. fact يعني حقائق او حقيقه. file يعني ملف. وanimal يعني حيوانات. fact file ملف حقائق. طبعا a fact file is a collection of information about a particular subject or product. الملف الحقائق هو عبارة عن collection. collection يعني مجموعة. of information من المعلومات. about عن a particular معين، حاجة معينة. subject يبقى موضوع معين. or product أو منتج معين. يبقى a fact file is a collection of information about a particular subject or product. فبيقول لنا هنا read the fact file and complete. اقرا ملف الحقائق ده واكمل. بيكلمنا هنا عن الفينيك فوكس. الفينيك فوكس او ثعلب الفنك. هو ثعلب احنا خدناه قبل كده زمان لو تفتكروا في الديسكوفر. والثعلب ده بيعيش في الصحراء وموجود في صحراء مصر. فهو بيكلمنا هنا عنه فبيقول لنا where does it live. where does it live اين يعيش. فهو بيقول لنا هنا in the desert. in the deserts. in the deserts في الصحاري. of north africa. of north africa اللي هي موجودة في شمال افريقيا. مصر طبعا موجودة في شمال أفريقيا وفيها برضو ديزرت أو صحراء، فهو موجود فيها زي ما هو موجود في الديزرتس التانية اللي موجودة في نورث أفريكا أو في شمال أفريقيا. يبقى مرة تانية where does it live أين يعيش. in the deserts of north Africa. in the deserts of north Africa في صحاري شمال أفريقيا. how tall is that. how tall is that كم طوله بشكل رأسي يعني من الأرض كده لحد دماغه طوله قد إيه بشكل رأسي من الأرض لفوق ده اسمه رأسي. how tall is that. فبيقول لك هنا 20 centimeters. 20 centimeters أو 20 سنتيمتر. how heavy is that. how heavy is that كم وزنه. فبيقول لك about 1 kilogram. about 1 kilogram حوالي 1 كيلوغرام. how long is that. how long is that كم طوله بس بشكل افقي. بشكل افقي يعني موازي للارض. فبيقول لك طوله هو واقف بقى على رجليه الاربعه بشكل افقي موازي للارض 30 to 40 centimeters. 30 to 40 centimeters من 30 ل 40 سنتيمتر. what does it eat. What does it eat؟ ماذا يأكل؟ فهنا بيقول لك insects الحشرات، small lizards السحالي الصغيرة،
mice الفئران. insects small lizards mice. يبقى لازم نكون عارفين الفاكت فايل بتاع الفينيك فوكس علشان لما يجيلنا أسئلة عليه نقدر نرد عليها ونجاوب عليها بشكل سليم. تاني فاكت فايل عندنا أو تاني ملف حقائق عندنا عن الستيب إيجل. الستيب إيجل أو نسر السهوب ده نوع من أنواع النسور. فبيقول لنا how long does it live. how long does it live يعني كم المدة اللي بيعيشها, بيعيش قد إيه. فبيقول لك around 30 to 40 years حوالي 30 ل 40 سنة. how long does it live كم المدة اللي بيعيشها. around 30 to 40 years. how heavy is it. how heavy is it كم وزنه. around 3 kilograms. around 3 kilograms حوالي 3 كيلوغرام. how heavy is it. How heavy is it? Around 3 kilograms. How long is it? How long is it? كم طوله? From wing to wing, من الجناح للجناح, around 170 centimeters. حوالي 170 سنتيمتر. مسافة طويلة. يبقى جناحاته منها وبين بعض, من أول جناح ده للجناح لآخر الجناح الثاني, حوالي 170 سنتيمتر. يبقى from wing to wing around 170 centimeters. يبقى how long is it? From wing to wing around 170 centimeters. وده طبعا الستيب ايجل او نسر السهوب زي ما عرفنا من شوية. وبكده نكون عرفنا المعلومات الخاصة بالفينيك فوكس والستيب ايجل. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وإن شاء الله في آخر اليونت هنحل مع بعض تدريبات على كل اللي أخدناه. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.